ديالنا كنطلب من السادة والإخوان والرفاق والرفيقة ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا كانوا حاضرين في القاعة كنخليو الأماكن ديالهم للصحفيين أعضاء الجمعية إلا كانوا حاضرين حتى الجمعية الصادقة كنتمنى لهم الأماكن ديالها pour les journalistes non arabophones, il y a un camarade qui va s'occuper de la traduction. C'est devant à gauche. Devant à gauche. C'est le Sada. Ikhwan al-akhawat, Allah khalikoum, on n'a pas le microphone, on n'a pas l'autorisation. Quand le monde jamais, il s'aide, n'a pas le باش نقدروا نتسنتوا ونسمعوا لبعضياتنا. إذن باسم الهيئات الحقوقية اللي منظمة هاد الندوة الصحفية كنحييكم وكنشكر كافة السادة والسيدات الصحفيين والصحفيات اللي لباو الدعوة ديالنا للحضور هاد الندوة الصحفية. صريح صحفي للهيئات المعنية نظرا لما عرفته عدد من الدول المنتمية للمنطقة العربية. إذا سمحتوا هذا راه مترجم في الملف، يمكن هم يشوفوه في الملف السادة اللي ما عندهمش اللغة العربية. إذا نظرا لما عرفته عدد من الدول المنتمية للمنطقة العربية من انتفاضات شعبية ضد الاستبداد من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفي مقدمتها ثورتي الشعبين التونسي والمصري اللتين أطاحتا بالديكتاتوريين بن علي ومبارك وما يشكله ذلك من حدث تاريخي يفتح الباب على صيرورة نضالية لتحقيق الديمقراطية الفعلية في بلدان المنطقة. نظرا لاستمرار انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في بلادنا وغياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعدم تنفيذ الدولة التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ونظرا للنداءات التي أعلن عنها مجموعات من الشباب يدعون فيها للتظاهر يوم 20 فبراير في عدد من المدن المغربية للمطالبة بالتغيير بما يحقق الديمقراطية والكرامة للشعب المغربي، نظرا لكل هذه الاعتبارات فإننا نحن الهيئات الحقوقية والجمعوية التي التقت في يوم الاثنين 14 فبراير بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والموقعة على البيان الصادر عنا في هذا اليوم والموقعة أيضا على هذا التصريح، نعلن دعمنا للتظاهرات السلمية المعلن عنها من طرف الشباب المغربي ونؤكد أننا نتقاسم العديد من المطالب التي رفعوها وأبرزها إقرار دستور ديمقراطي بما يضمن السيادة للشعب ويجعل منه المصدر الوحيد للسلطة، إقرار نظام برلماني ديمقراطي يكرس فصل السلط ويحترم حقوق الإنسان، نظام يمكن الحكومة من كافة الصلاحيات التنفيذية والبرلمان من كافة الصلاحيات التشريعية، إصلاح القضاء بما يجعل منه سلطة مستقلة ووضع حد للفساد المستشر فيه وللإفلات من عقاب الناتج عنه، احترام الحريات العامة والفردية، إطلاق سراح كافة معتقلين سياسيين ومعتقلي الرأي، جعل حد للتضييق على الصحافة المستقلة والصحفيين وللهيمنة على الإعلام العمومي، تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بالنسبة لفئات واسعة من الشعب المغربي واحترام كرامة المواطنين والمواطنات. إن المنظمات المعنية تطالب بمناسبة تنظيم تظاهرة 20 فبراير السلطات المغربية باحترام حق التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير وعدم اللجوء للعنف أو لأي أسلوب آخر أو رد فعل قد يمس بهذه الحقوق. إذا الهيئات الموقعة على هذا البيان كاين عندكم في التصريح اللي عندكم في الملف. قبل إذا ما نفتحوا المجال للأسئلة نعطي الكلمة للأخ العوني منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، هذه الشبكة اللي ربما غيعطي الصيرورة في التأسيس والأهداف ديالها والأهمية ديالها في الظرف الحالي. إذا الكلمة للأخ العوني. شكرا، تحية لكل الأخوات والإخوة، تحية لممثلي وسائل الإعلام. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عرفت تحولا سريعا منذ انطلاق الثورة التونسية، فقد كانت تسميتها التنسيقية المغربية
لمساندة الديمقراطيين التونسيين، كانت قد تأسست سنة 2005 إثر إضراب عن طعام خاضه 8 من المناضلين الديمقراطيين التونسيين. وهذا التأسيس جاء من أجل انطلاق عملية دعم الديمقراطيين التونسيين منذ ذلك الحين، ونظمت عدة أنشطة بما فيها إضراب عن الطعام موازي للإضراب عن الطعام الذي خاضه رفاقنا في تونس. وكان بعد 2005 كان للتنسيقية أنشطة أخرى أيضا تضامنية مع الديمقراطيين التونسيين سنتي 2006 و2007 على الخصوص. وبمجرد انطلاق الثورة التونسية وبعد أحداث سيدي بوزيد والاستشهاد البوعزيزي، التأمت التنسيقية من جديد للقيام بعملها إزاء الديمقراطيين التونسيين وششبا للديكتاتورية التونسية، الديكتاتورية في تونس التي جسدها الطاغية بن علي. وبعد ذلك لما نجحت الثورة التونسية تحولنا إلى تنسيقية لمساندة الحركة الديمقراطية المغاربية. وبعد انطلاق الثورة المصرية اضطررنا إلى تحويل الاسم مرة أخرى لتصبح التنسيقية الديمقراطية المغربية لمساندة الشعوب وللتضامن مع الشعوب. هذه التنسيقية تضم العشرات من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والجمعوية، وقد نظمت عدة وقفات تضامنا مع الشعب التونسي، مع الثورة التونسية ومع الثورة المصرية. كان آخرها الوقفة يوم الجمعة الأخير، وقفة بساحة البريد بالرباط، وهي الوقفة التي كانت ناجحة بحضور فعاليات من مختلف مكونات المجتمع المغربي، سياسية وحقوقية ونسائية وشبيبية وغيرها. ويوم السبت نظمنا مهرجانا مفتوحا أمام البرلمان المغربي، كان عبارة عن لقاء للنقاش المفتوح مع شباب حركة 20 فبراير بكل مجموعاته، ومع مكونات الشبكة وفعاليات أخرى. وخلصنا بعد هذا النقاش المفتوح إلى ضرورة الاجتماع لاستخلاص الخلاصات، وكان اجتماعنا بالأمس الذي قرر أن يتجدد الاجتماع يوم السبت القادم، كما أصدرنا البيان التالي. اجتمعت يوم الأربعاء 15 فبراير الشبكة الديمقراطية المغربية لدعم الشعوب بالرباط، وبعد تدارس مستفيض ومسؤول لمبادرة حركة الشباب الداعية للاحتجاج على الصعيد الوطني يوم 20 فبراير دفاعا عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ورفضا للاستبداد والفساد. أجمعت مكونات الشبكة على أهمية هذه اللحظة التاريخية والمبادرة النضالية، وأكدت على مسؤولية كل الديمقراطيين في الانخراط ضمن هذه الدينامية النضالية، وقررت ما يلي: أولا، تثمين مبادرة حركة شباب 20 فبراير والانخراط في فعالياتها، ودعوة كل الإطارات الديمقراطية أحزابا ونقابات وهيئات وجمعيات للمشاركة الوازنة في هذه المحطة النضالية. ثانيا، إدانة كل الحملات، كل حملات التشويه والتضليل والترهيب التي تستهدف الحركة وتمس بالحياة الشخصية لمجموعة من الشباب الداعي للتظاهر، والتي وصلت دناءتها حتى تلفيق تهم
العمالة للأجنبي، فضلا عن قرصنة بروفايلات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي واختراق البريد الإلكتروني لمجموعة من المناضلين وحجب الصفحات الخاصة لبعض المجموعات الداعمة لمبادرة 20 فبراير على موقع فيسبوك. ثالثا، شجب توظيف الإعلام العمومي وجزء من الإعلام الخاص في التعتيم على المنعطف التاريخي الذي تعيشه المنطقة العربية والمغاربية وعلى دينامية الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة بالمغرب. رابعا، دعوة التنظيمات الديمقراطية وكافة الشبكات والتنسيقيات للتكتل في قطب للنضال من أجل الديمقراطية وضد كل أشكال الحجرة. خامسا، دعم نضالات الشعوب التواقة للتغيير الديمقراطي وخصوصا بالجزائر وليبيا واليمن والبحرين وإيران وغيرها، والدعوة لتحصين مكاسب الثورتين التونسية والمصرية. وستعمل مكونات الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب وبالتنسيق مع كل القوى الحية على دعم حركة شباب 20 فبراير، كما ستعقد لقاء موسعا لها يوم السبت 19 فبراير ابتداء من الساعة 10 صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. شكرا. شكرا الأخ العوني. كيحضر معنا في هذه الندوة الصحفية شابين، شاب وشابة، أسامة الخليفي وتهاني مضماد، اللي غادي يلقي الكلمة ديالهم أيضا. كنظن تهاني هي اللي غتلقى الكلمة باسم الشباب. ديال الكلمة الأخت تهاني. تحية للحضور الكريم، تحية للحضور الكريم، تحية عالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة المغربية الديمقراطية من أجل مساندة الشعوب، تحية لجميع الهيئات السياسية النقابية والحقوقية، تحية لجميع الضمائر الحية والقوى الديمقراطية التي عبرت عن مساندتها وتلبيتها لنداء شباب 20 فبراير. احنا شباب 20 فبراير، شباب طموح، شباب سلمي، شباب مغربي 100%، مستقلين عن أي تنظيمات سياسية النقابية أو الجمعوية. نحن نعمل بحب كبير وغير كبيرين على هذا الوطن، وهذا الحب هو الذي حرك فينا مبادرة ديال التغيير من أجل باش نشوفوا راية ديال الحرية، الكرامة، المساواة والعدالة الاجتماعية ترفرف فوق سماء هذا الوطن. أهدافنا أهداف نعبر عنها وعن جزء منها. قراءتي. أهدافنا عبرنا عن جزء كبير منها من خلال فيديو نشرت على الإنترنت، ولكن سأؤكد على المطالب التالية. أولاً، إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب. ثانيا، حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب. ثالثا، قضاء مستقل ونزيه. خامسا، محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات هذا الوطن. سادسا، الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة، ثقافة وتاريخا. سابعا، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين وجلادين، وذلك قصد الاستجابة لتطلعات عموم أحرار هذا الوطن وتوفير شروط العيش الكريم يضمن الإدماج الفوري والشامل للمعتقلين في أسلاك الوظيفة العمومية.
ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور، تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها، وسائل شباب 20 فبراير، وسائل تكنولوجية بشكل خاص، وسائلنا فيسبوك وتويتر، وسائلنا الحوار، وسائلنا الحواسيب وشبكة الانترنت، وسائلنا ليست أكبر استديوهات في إفريقيا ولا أكبر بلاطوات في العالم، وسائلنا كاميرا التصوير البسيطة وبعض اللوجيسيالات. نشتغل على شكل مجموعات تم خلقها على شبكة الفيسبوك الاجتماعية، مجموعات يناقش فيها شباب 20 فبراير من مختلف التوجهات الفكرية، مجموعات قد تختلف من حيث الأسماء لكنها موحدة على نفس المطالب ونفس الأهداف، وهذه ما هي إلا آلية من الآليات للتصدي لجميع أنواع الاختراق التي يمكن أن تطال هذه الحركة من طرف البوليس والمخزن لإفشال شباب 20 فبراير. نشتغل أيضا باعتماد وسائل تقنية حديثة لمعرفة كل التطورات وآخر أخبار شباب في المجموعات الأخرى والمدن الأخرى. وسائلنا أيضا نداءات، منشورات وزعت في الشوارع والمدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات والمصانع والأسواق وبعض المرافق العمومية، كدعوة لكافة الشعب المغربي للانضمام إلى تظاهرات 20 فبراير. بالنسبة للتنظيم، هناك عدة لجان مختصة كل واحدة منها في مجال من المجالات اللي كنشتغلوا عليها داخل الحركة. غنذكر منها لجنة التحضيرات اللي كتكلف بتحضير كل الماتيريال والأدوات اللي كنحتاجوها سواء في الخدمة ديالنا اليومية أو من أجل التحضير للتظاهرات ديال 21 فبراير. كاينه لجنة ديال الشعارات اللي كتقوم بعمل صعب وعمل صعب جدا اللي كيتمثل في تجميع وتوحيد جميع الشعارات اللي كتعبر عليها الحركة وإقصاء وتغيير أي شعار ممكن يدل على إيديولوجية معينة أو تيار فكري معين. وبالمناسبة غادي نوجه مناشدة لجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وجميع الأفراد المشاركة في التظاهرات المغربية السنية يوم الأحد 20 فبراير، أنهم ما يخرجوش بلافتات خاصة بهم، أنهم ما يديروش لافتات كتعبر عن الآراء ديالهم الخاصة، وإنما يخرجوا كاملين مغاربة تحت لافتة شباب 20 فبراير. حنايا خدمنا بزاف على الوحدة، لأن الوحدة ديال الشعب المغربي والقوى المغربية كتهمنا بزاف، والوحدة هي اللي غادي تمكننا من أننا نوصلوا للأهداف ديالنا ونوصلوا لها بكل جدارة. كاينة أيضا لجنة ديال التنسيق، هاد اللجنة كتخدم على جوج ديال المستويات، المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. المستوى الداخلي طبعا هو التنسيق ما بين مجموعات ديال شباب 20 فبراير، انها توصل لهم جميع الاخبار اللي كتوصل بها، انها تعمق معهم النقاشات اللي دايره، واننا نحاولوا كاملين نوحدوا النقاشات ونتفقوا على قرارات موحده. كاين الجانب ديال التنسيق الخارجي، هاد اللجنه كتهتم بالتنسيق مع الهيئات والتنظيمات السياسية أو النقابية أو الحقوقية من أجل المشاركة يوم 20 فبراير، من أجل التحضير لهذا اليوم، يوم الكرامة، سميناه يوم الكرامة باش ما يكونش هناك أي تصارع أو أي سوء فهم من ابتداء من 20 فبراير. كاينة لجنة الإعلام، هاد اللجنة العمل ديالها عمل شاق، هاد اللجنة خاصها تتبع جميع الأخبار وكل ما يكتب في الجرائد وكل المواقف السياسية والآراء اللي كتخرج فيما يخص شباب 20 فبراير. هاد اللجنة المهمة ديالها أنها تجمع هاد المعلومات تنقلها لكل شباب الحركة، وأنها تراسل الصحافة والصحافة بكل أنواع ديالها، يعني الصحافة سواء كان داك على انترنت أو الصحافة المكتوبة أو وسائل الإعلام الأخرى، وتوصل لها البيانات والمنشورات والأوراق اللي كيتم الصياغة ديالها داخل حركة شباب 20 فبراير.
وطبعا احنا شباب 20 فبراير كنامنوا بان هاد اللجان ما يمكنلهاش تخدم بوحدها، وحنايا واخا مقسمين على بزاف ديال اللجان حنايا كنشكلوا صوت واحد، يد واحده، صوت واحد يقول نعم للتغيير، نعم للتغيير، نعم للتغيير الديمقراطي، ونعم للشباب، وكنقولوا نعم للوحده، الوحده المغربيه. وشكرا. وصلتنا بعض الاخبار فيما يخص اعتقالات بعض الشباب. الشباب هما اللي عطاوهم لنا، ما عرفناش يعني المصدر ديالها. كيتعلق الامر بأسامة السيوسة وليد حسدو جوج نظرة. واحد السيوسة عنده 15 سنة، وليد عنده 17 سنة بالقنيطرة، كلهم بالقنيطرة، جوج بيهم في القنيطرة. كنتمناو انه يكون تعامل يعني مسؤول مع الحركه ديال الشباب المغربي، وحنا كهيئات حقوقيه في النداء ديالنا اللي وجهنا في 14 من هذا الشهر، وايضا في هذا النداء الحالي كنطلبوا من السلطات انها تحترم الحق التظاهر وحق التعبير للشباب والشعب المغربي كامل في 20 فبراير وما بعد 20 فبراير وما قبل 20 فبراير. اذا الساده والسيدات الصحفيين والصحفيات، المجال مفتوح للاسئله ديالكم. اسمح لي، كاين مازال كلمه ديال اسامه. هادشي صافي صافي باش نصورك مزيان. تحيه طيبه. خلي صافي صافي كاين في اللور. اجي اللور شي واحد تيدفعني، شي واحد تيدفعني. أسامة سيوسا TSIWSA 15 عام. وليد حسدو HASDO 17 عام. سيرفي راني عييت من صور اصاحبي. تحية عالية لكل الحضور الكريم، تحية عالية لكل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التي أيدت مبادرة شباب 20 فبراير. مداخلتي تقتصر على الهجوم والتشويه والتهديدات التي نتعرض لها كشباب 20 فبراير. أوكي. في البداية كانت هناك تهديدات عن طريق الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية، وبعدها كانت تهديدات مباشرة من طرف الأجهزة الأمنية. وبهذا الصدد أذكر لكم أن والي أمن جهة الرباط سالة تم باستدعاء والدي من أجل أنه يضغط عليا ويحبسني على مرشغش في هذه الحركة هذه، لكن كان الجواب ديالي برا. فمن بعد كان الرد ديال ولي الامن ان قال له بصريح العباره الا ما قدرتيش تقنعو نتايا راه حنا عندنا طرقنا خاصه باش نقنعو. وتعرض كافه اعضاء شباب 20 فبراير الى مضايقات من طرف الاجهزه الامنيه السريه. نحن كشباب 20 فبراير نردد بكل هذه الاساليب القديمه في التعامل مع المواطنين. لا نقبل اي مزايدات على هويتنا ووطنيتنا. حبنا لهذا الوطن هو الدافع وراء مبادرات نحن كحركة 20 فبراير نردد بكل هذه الأساليب القديمة في التعامل مع المواطنين، ولا نقبل أي مزايدات على هويتنا ووطنيتنا. حبنا لهذا الوطن هو الدافع وراء هذه المبادرة، والدليل على ذلك هو انخراط القوى الحية في هذا البلد في تظاهرات 20 فبراير. إذ نندد أيضا بالأقلام المأجورة المتملقة للمخزن على حسب كرامتنا وهويتنا وأدبيات الصحافة. ومن ضمن هذه الصحف جريدة النهار المغربية والمساء والاتحاد الشراكي الناطقة بلسان الحزب وهيبة بريس. كما ندعو نقابة الصحفيين إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه السلوكات والممارسات التي تخدش بمصداقية الجسم الصحفي.
كما نحيي مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتغطيتها بكل موضوعية واحترافية تحركات شباب 20 فبراير، ونحيي مجموعة من المثقفين والسياسيين والحقوقيين والفنانين الذين أبدوا مواقف إيجابية تجاه مطالبنا، ونندد بالاختراقات التي طالت حواسبنا وبصفحاتنا على شبكة الإنترنت، حيث تم الاطلاع على خصوصيتنا وتأويلها في غير محلها، وذلك بغية رغبة دنيئة في تشويه سمعتنا. نسجب كل الاتصالات اللي كتشبع فينا سبان وكتهددنا بمسائل اعتقالات تعسفية وأن غادي يتم تصفية جسدية. هذه الممارسات تزيدنا اقتناعا بمشروعية مطالبنا وإصرارا على المضي قدما في تحقيقها، كما ندين أي محاولة لاحتواء شباب 20 فبراير من طرف أي نقابة أو حزب أو تنظيم، ونندد أيضا ببعض تصريحات لمسؤولي بعض الأحزاب التي تساوم بمواقف شباب 20 فبراير وتشكك في مصداقيتنا، مؤكدين على أن شباب 20 فبراير لا قبعة سياسية لها، بل تشتمل على مجموعة من الشباب من مختلف التوجهات السياسية والمنطلقات الفكرية والخلفيات الإيديولوجية. ونحيي الأحزاب والجمعيات والنقابات الحية على موقفها الجريء في التعبير على مساندتنا كشباب 20 فبراير ومشاركتها في التظاهرات السلمية ليوم الكرامة من أجل التغيير والكرامة والحرية. وهذه دعوة من شباب 20 فبراير لكل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية من أجل النزول والمشاركة تحت شعار واحد شباب 20 فبراير، وتجنب كل ما من شأنه أن يشير إلى إيديولوجياتها من شعارات ولافتات، وذلك رغبة في خلق الانسجام بين كل مكونات الشعب المغربي، لأننا مطالبين بتوحيد الصفوف من أجل هدف واحد، الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وشكرا. تم الاتصال بالاب ديال اسامه سوسا واكد الاعتقال ديال هاد جوج الشابين لحد الان، لان كانوا كيوزعوا نداءات المشاركه في المسيره ديال او في التظاهرات. 16 سنه سوسا 15 سنه قلناها 15 اذا السيدات المجال مفتوح للاسئله ديال الصحفيين والصحفيات. الاخ منجيب وانا مكلفين بالتدبير ديال هاد، ومعنا الممثلين ديال هيئات اخرى تنتمي الى مجموعات من الجمعيات اللي كاينه في اللائحه اللي عندكم في التصريح. كاين شي سؤال؟ هل من سؤال؟